السلام عليكم، أهلين فيكم في فيديو جديد. راح نستعرض معاكم اليوم الماك سيف مثل ما نشوف من قبل. طبعا شو ميزاته وش الأشياء اللي تدعمها والأجهزة اللي يدعمها وش الأشياء اللي تميز هذا الشيء يعني عن الشواحن الثاني. كبداية يحتاج معك شاحن 20 واط، ما يحتاج من قبل أي شاحن عندك شواحن أجهزة ثانية يكون فيها البي دي أو ميزة الشحن الباور ديليفري، توقع في كل مكان الحين متوفر. ميزة هذا الشحن يكون عالمية، بس يحتاج الشاحن هذا 20 واط والقطعة هذا اللي عندك. نفتحها معاكم ونشوف الميزة، شوف الأشياء اللي تجي معها في العلبة، أوراق اللي ما حد يقراها، والشاحن مثل ما نشوف. نفتحها كذا، هذا الشاحن، هذا هو USB-C. كيبل اقدر اقول متر، مش طويل مره، اتمنى ابل تنزل كيبل اطول. والقطعة الالمنيوم قوية يعني مثل ما نشوف، وهنا المكان الشحن، بس هذا كل شيء. طيب الحين كيف راح يشتغل؟ على اي جهاز عندك يشحن وايرلس، ايفون 8 طالع او الاندرويد، اي جهاز عندك راح يشحن بالوايرلس العادي التشي تشارج، راح يدعم 7.5 فقط التشي تشارج الشحن العادي. فلو نشوف مثلا عندنا ايفون 10R، لو بنحطه في الخلف مثل ما نشوف بدأ الشحن، نفصله نرجع نركبه، نشوف مثلا الجالكسي برضو راح يدعم مثل ما نشوف الشحن، لكن مثل ما قلت لكم الشحن اللي هو 7.5 فقط واط. الايفون 11، 11 برو، 11 برو ماكس برضو نفس الحركة، لو بنحطها من الخلف راح يبدأ شحن. شو الفرق بين الماج سيف، الأجهزة اللي تدعم الماج سيف، وبين الشحن العادي؟ الشحن العادي هو الوايرلس الطبيعي اللي موجود عندنا، تحط الجهاز ويشحن. الماج سيف فيه هنا مغناطيس حول نفس القطعة، وفي مغناطيس على الأجهزة الجديدة في الآيفون حول الكويل نفسه، فإذا كنت عندك أجهزة جديدة بس تحط القطعة ذي نفسها أو القطعة موجودة وتحط الجوال راح تمسك في المكان المناسب لحق الشحن كذا. شوف الحين ما تشتغل، لكن في الأجهزة الجديدة راح يمسك كذا على طول، فجأة يمسك في الوسط ويمسك بالضبط مكان الشحن، فبكذا راح يكون الكويل على الكويل نفسه في الشحن، راح يقلل درجة الحرارة. وبسبب هذا الشيء إن أبل رفعت لك بالماجسيف، في الأجهزة اللي تدعم الماجسيف اللي فيها ماجنت في الايفونات 12 الجديدة، رفعت الواط من 7.5 على الأجهزة هذه إلى 15 واط، علشان 15 واط لو تحطه الحين على هذه الأجهزة راح يسخن الجهاز. فأبل منعت الشيء يكون في الأجهزة القديمة إلا الأجهزة الجديدة اللي تدعم الماجسيف، لكن هنا في شو ماجنت، يعني ما أقول لكم ما في، مثل ما نشوف في حركة ماجنت، يعني شو في خفيف ماجنت خفيف، راح يكون مكان الكويل لكن ما راح يكون مضبوط 100%. فهذا الفرق، ابل سوت الحركه علشان خلاص تكنسل الشيء، انك تحط جوالك احيانا يشحن وهصلا ما شحن، تجي الصباح ما تشوفه شحن، ليش؟ بسبب انك ما حطيته بالضبط. الان هذا الشيء راح يغنيك عن الاشياء ذي كلها، راح على طول يكون 100% على الكويل نفسه. فهذه القطعه مثل ما قلت لكم تدعم الاجهزه كلها، اي جهاز يدعم وايرلس يدعمها، لكن الاجهزه اللي تدعم الماج سيف راح تدعمها بالشحن السريع 15 واط. ننتظر قدام ونشوف الشركات الثانيه. طبعا هذه الحركه ابل ما خلتها لها خصيصا، ففي شركات ثيرد بارتي راح يقدرون يسوون ذي الحركه، وابل لازم تختبر الشيء وتكون موثق من ابل، يكون مثلا ام اف اي مكتوب عليه او ميد فور ايفون، لازم الشيء يكون مكتوب علشان انك تعرف ان هذه القطعه متوافقه مع الجهاز. فيها برضو في السوفتيرات الجديده حق الايفون 12 نفس القطعه هذه، توقع فيها اف سي او شيء، انك لو حطيتها كذا راح يجي لك حركه، مش الشحن الطبيعي اللي اول ما تحط الجوال مثل ما اشوف يطلع عندك هنا في الايفون 11، لا في الايفون 12 راح يطلع لك حركه جديده هنا تطلع، انك شابك عليه الكويل نفسه، اتوقع في تشيب هنا تقرا الاشياء اللي لصقتها. مثلا لو ركبت مثلا كيس برضو يجيك الحركه هنا، بس لان الكيس برضو حق قبل الجلد الحين يكون فيهم ماجنت برضو، فالماجنت اللي هنا يركب على الكيس وتقدر بهذه تحط على الكيس وتشحن، فالكيس برضو لو تحطه راح يجيك هنا تاثير يكون على لون الكيس يطلع لك انت هنا. فهذا كل شيء، ماجنت يعطيك 15 واط شحن، وراح يفتح المجال حق الشركات الثانيه ينزل لك شحن وايرلس للسياره برضو، راح ينزلون لك محفظات، راح ينزلون لك اشياء جديده، مثلا دي جي اي ما يحتاج تركب قطعه هنا عشان تستخدم القطعه حقتها حق الاستابلايزيشن، لا خلاص تستخدم الماجنت اللي في الايفون. ففتحت مجال جديد،
اتمنى الشركات كلها يحطونه. هذا الحل افضل من الحل اللي عندنا موجود في الوايرلس، تحطه مركب عدل تحطه على جنب. في بعض الشركات نزلوا ان الكويل نفسي يبحث عن، لا خلاص القطعه هذه موجوده على الطاوله مثلا كذا، تجي تحط جهازك يلصق عليها ويشحن، تشيلها تكون القطعه في الاجهزه الجديده مركبه فكانها كيبل وتشحن كذا، خلاص نكنسل هذا المدخل ونشوف قدام اذا كنسلوا الحركه كيف يحلون ان الجهاز مثلا علق شيء، كيف راح تفرمته من الكمبيوتر. نشوف قدام شو يسوون، بيسوون حركه انك تخش وتقدر تفرمته من نفس الجهاز، نفس اجهزه الاندرويد، نفس الكمبيوترات اللي موجوده عندنا مثل الماك، او يشوفون حل ثاني. لانه ما بقى شيء، لاحظتوا الحركه سنه سنتين خلاص راح نتحول 100% على هذه الشواحن، يبقى بس تكنسلون هذا ويكنسلون مدخل الشريحه، يقلبون اسم خلاص الجهاز كامل ما تقدر تركب فيه شيء. كذا يمكن راح يقرب لحق الوتر بروف، يصير ضد الماء بدل ما انه مغول الماء يمكن، لكن حتى لو انه ما صار ضد الماء على الاقل راح يكون مغول الماء اكثر واكثر. مع ان الايفون 12 الان يجلس 30 دقيقه تحت الماء 6 متر، اتوقع الاجهزه القادمه اذا كنسلوا هذا المدخل وكنسلوا هذا خلاص يعطيك اكثر 12 متر شيء، يعطيك شو مقاومه اقوى برضو، نشوف قدام. فهذا كل شيء. الشاحن مثل ما قلت لكم يدعم جميع الأجهزة اللي يدعم وايرلس، لكن الأجهزة اللي يدعم الماكسيف الأجهزة الجديدة راح يكون عليها الشاحن هذا ب 15 واط. لكن للأسف ما راح تشحن الأبل واتش، الأبل واتش لازم شاحنها الخاص فيها مثل ما شفنا الكويل حقها صغير. تمنيت إن أبل تشوف لها حل تحط كويل صغير برضه في الوسط عشان حق الساعة، لكن للأسف ما سوتها أبل. لكن برضو الإيربودز، أي إيربودز عندك تشحن الوايرلس راح تشحنها، فحركة حلوة مثل ما نشوف تشحن. بس في نهاية الفيديو لا تنسون الاشتراك في القناة واشتراك في حساب سناب شات، شرفي ضبطكم. قيمة القطعة ب 40 دولار من موقع أبل. عمل لايك للمقطع ونشر المقطع وتعليقاتكم تحت تهمني، ولا تنسون أفضل دعاكم. السلام عليكم.